صباح جديد من العاصمة المؤقتة عدن برئاسة جديدة للحكومة. أمامها الكثير من التحديات والاستحقاقات، ومن الشارع الذي أثمرت احتجاجاته إقالة رئيس الوزراء السابق سنقوم بجولة استطلاعية لأخذ آراء الناس وآمالهم التي ستكون بمثابة توجيهات عاقلة لا تقبل التأجيل. هكذا بدت شوارع المدينة مترقبة ما يؤمل أن يكون عهدا جديدا يحدث قطيعة مع فترة الانهيار الكبير، حيث تعد فترة رئيس الوزراء السابق تحديدا منذ مطلع هذا العام الأكثر كارثية في تاريخ الاقتصاد الوطني، أكان على مستوى تدهور العملة المحلية أو معدلات الفقر وسوء التغذية وانهيارات أخرى في البنية التحتية والخدمات الأساسية. يقوم بالأشياء الأساسية من ناحية كهرباء، من ناحية معالجة الوضع العام، من ناحية الأمن، من ناحية من جميع النواحي والخدمات الأساسية والبنية التحتية. هذا هو مطلب شرعي لكل مواطن. الشوارع ذاتها ظلت مشتعلة بالاحتجاجات في الأشهر الأخيرة حتى جاء قرار إقالة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وإحالته للتحقيق، لكن مراقبين يتوقعون استمرار الفشل إذا ما استمرت الأسباب المعيقة للتنمية وعمل الحكومة كمنع تصدير النفط وتعطيل المؤسسات الإيرادية. نشاط الحكومة مستقبلا متصل بالإيرادات، هل تستطيع الحكومة أن تصدر النفط، تصدر الغاز، تستجلب عملة أجنبية؟ إذا استطاعت فعلا تحريك هذه الملفات فأعتقد أنها ربما تكون قادرة على إحداث تغيير في سعر الصرف، تغيير في سعر في حالة الانهيار الاقتصادية. ما دون ذلك لن نعلق أي آمال إلا في حالتين: تدخل خليجي حقيقي لإنقاذ الاقتصاد اليمني، وفتح للحكومة المجال أن تمارس نشاطها في عدن والمحافظات المحررة وتصدير الغاز والنفط. دون ذلك لن يحدث أي تغيير، لأن الرجل لا يملك عصا سحرية لكي يغير الواقع. أن يكتث الفاسدين والفساد من الحكومة نفسها الموجودة الآن، وكذلك أن يكون وطنيا، يعني أن يكون همه الشعب والوطن. الأملات الحزبية هي اللي تفسد أي كان. رئيس الحكومة الجديد ولليوم الثاني لم يصدر سوى تصريح روتيني قصير على صفحته الخاصة، فيما ينتظر الناس خطابا يوضح فيه رؤيته ومشروعه القادم، والأهم تطبيق هذه الرؤية على أرض الواقع. بين تفاؤل حذر ومخاوف من استمرار أسباب الفشل والانهيار، تبدأ مرحلة رئيس الوزراء الجديد معين عبد الملك. فهل سيحدث التغيير المأمول أو سيقال كسابقيه؟ آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.